نسأل، انت واقفه مستنيه حد؟ انا اي ليه، في حاجه؟ لا ابدا، اصل وقفتك لوحدك كده مش ولا بد، يعني زي ما انت شايفه الشعب فاضي والدنيا ليل، خطا يعني واحنا في خدمه الشعب. طب خلاص يا عم انا ماشي. لا لا لا، ولا اقول لك كده عشان تفرشك ولا ايه؟ انا قصدي يعني لو تحبي تيجي تستنيه معانا في العربيه اهو امن وادفى. نعم يا اخويا. تعالي تعالي بدل وقفتك لوحدك ونسينا في القتال. اتري ايدي كمان عربيه النجده. يا ريت انت تروح على عربيه النجده بتاعتك دي، ومفيش داعي لخدمه الشعب دي خالص. ليه بس؟ الله انت عصبيه كده ليه؟ اخدمي انا اخدمك. في ايه يا عم؟ ما تبعد عني. على فكره لو ما بعدتش عني هشتكيك لاقرب ظابط. لا جديده، خوفتيني ومظبطه الظبابيط كمان. على فكره مفيش حد بيعرف يخدم الشعب ده كله الا الامناء. يا انسه سندوتشات، انت ماشي ولا ايه؟ ايوه، اصل لقيتك اتاخرت فقلت اكيد مش هتيجي. اهو الزبون شرف. انت اللي خبطته؟ ايوه لازم محضر. يا سيدي محضر بعدين، خلينا نلحق الولد دلوقتي. الله، انت عايز تسجني وخلاص؟ وانا مال حكم على تسجيله؟ بقول لك افتح بقى. الله افتح. هون حلوة؟ حلوة؟ انتوا ما عندكوش مرايات في البيت ولا ايه؟ ده انت ست الحسن. اوحة ربنا، ده احنا في المحل مسميينك ست الحسن. الشيخة ده انت دوختيني والله. عارفة. عارفة بس ولا عارفة عجباك الدوخة اللي انا فيها؟ يعني قلت اشوف نفسك طويل ولا ايه؟ طويل ايه؟ ده انت قطعت نفسي. يا عم ولا قطعت ولا حاجة، ما انت زي القردة اهو. يا شيخة حرام عليك. وبعدين انت اسمك ايه؟ ريهام. لعلمك بقى انا سايب حاجه مهمه جدا عشان خاطر عيونك اللي جننوني دول. اوعى تكون مزوق من الشغل. شغل ايه؟ حاجه اهم 100 مره. امال ايه يعني؟ الماتش. اه صحيح، انا برضو استغربت، انا قلت ازاي الواد مديكي ميعاد وقت الماتش وانت مالكش في الكوره ولا ايه؟ ماليش ازاي، ده انا ماليش غير في الكوره. امال ايه يعني؟ ازاي يعني؟ مين اهم، ست الحسن ولا الكوره؟ وبعدين بقى انا قلت يا واد اول ميعاد وكده، فنقي وقت مش زحمه عشان خاطر التوتر بقى والكسوف والحاجات دي يعني.
فاكره اول مره شفتك فيها؟ فاكره يوميا كنت شغال الصبح بالصدفه. انا اساسا بنزل محل بالليل عشان انا عندي شغل تاني الصبح. فالواد زين قال لي انك بتيجي كل يوم الصبح وكده، فاضطريت بقى ان ابدل شغل الصبح في شغل بالليل. هي جت عليا بخساره بس مش مشكله. شفتي بقى اللخبطه اللي انت عملتها لي؟ شفت. وانت بتشتغلي؟ بدي حق. هو انا بصراحه يعني بكره الحقن بصراحه، بس يعني لو الحقنه دي من ايدك اخد حقنه كل يوم. والله العظيم دي هتبقى احلى حقنه في الدنيا. معاك بطاقه؟ ايوه معايا بطاقه. معاك كارنيه تامين؟ لا معيش تامين. في حد من اهله موجود؟ اصحابه موجودين بره يعرفوا اهله فين، ممكن يجيبهم مش مشكله يعني. لا ما انا مش هقدر اعمل حاجه غير لما ابعت لك موظف يخلص لي الاجراءات دي. يعني ايه يعني هتسيبه يموت؟ وانا مالا اعمل لك ايه؟ الله يعني ايه تعمل ايه؟ اتصرف. بقول لك ايه، انت قدامك ساعه تخلص لي الحاجات دي ويكون الماتش خلص. الماتش خلص؟ يلا حضروا الولد، انا هعمل كمان ساعه كشف على المخ واشعه وسونار. مش مش على ايده دي، ممكن تكون مكسوره. الشراط عيب يا لهوي، وقعونا يا لهوي.